هنا بقى أرحب بالزميل والصديق العزيز الدكتور خالد بدوي، سيادة النائب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يا دكتور مساء الخيرات يا أستاذ يوسف. مساء السعادة يا دكتور خالد. إزاي حضرتك؟ دكتور خالد، هو حضراتكم على يسار المنصة كنتوا بتسقفوا مع إنه اليسار ده معارضة؟ الحقيقة يا أستاذ يوسف، مجلس النواب والدولة المصرية يعني بتواجه حملة شنعاء من الادعاءات والمغالطات من ناس الحقيقة كنا نظن أنهم نخبة سياسية وطنية، لكن للأسف الشديد مش بس بالمناسبة في موضوع قناة السويس، بالمناسبة في القانون اللي في اليوم السابق ليه، قانون اللي بينظم عملية الشفافية الدولية التي التزمت بها مصر في 2016 لاحتساب الضرائب على المتخلفين عنها ومن الدول الأجنبية. برضو تم تزييف الحقائق في هذا القانون بالمناسبة قبل ما ندخل في موضوع قناة السويس. إذن الحملة هي حملة ممنهجة طبعا من مجموعة من الأشخاص يعني الغير أمينين على مصلحة الوطن والمواطن، شككوا في القانون الأولاني، والقانون الأولاني ملوش أي علاقة بسرية البيانات في البنوك، ملوش أنه يطلع على هذا الأمر. وزارة المالية أكدت، مجلس الوزراء أكد، اللجنة الموقرة في المجلس أكدت، رئيس المجلس أكد، ومع ذلك هناك تشكيك بشكل مستمر. وللأسف الشديد هو الأمر اللي البعض بيحاول زعزعة استقرار الدولة المصرية من خلاله. الحقيقة كمان قضية المزايدة المستمرة على القوانين التي تقدمها الحكومة أو التي يقدمها مجلس النواب، والتي تصب في مصلحة الاستثمار والتنمية. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه المادة صريحة في الدستور المصري، لا تأويل فيها ولا تحويل، مش بس المادة الدستورية، كمان الالتزام القيمي المصري والحضاري والتاريخي بيحتم على الدولة المصرية هذا الأمر. مش بس كده، أنه القانون المقدم لا يمس القناة بصلة، هو قانون تعديل على قانون مرفق هيئة قناة السويس يتيح للهيئة ومجلس إدارة الهيئة الذي سيشرف عليه ويعينه مجلس رئيس مجلس الوزراء وسيراقبه مجلس النواب في إتاحة المرونة في الاستثمار علشان دفع عجلة الاستثمار في الهيئة. كانوا بيضحكوا علينا، ده مش بس مجلس الوزراء يا خالد، ده مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي. صحيح، كانوا بيضحكوا علينا لما فخامة الرئيس أخذ القرار بحفر قناة السويس الجديدة اللي أسهمت في زيادة الاستثمار بالنسبة لقناة السويس وهيئة قناة السويس، وإحنا كلنا شايفين هذا بدلائل مصرية وشككوا في هذا الإنجاز المصري العظيم. إلى الآن تستمر هذه الحملات للأسف الشديد من ناس، يعني إحنا يعني للأسف الشديد بنحسبهم من النخبة المثقفة. وكان الحقيقة النهاردة دولة رئيس مجلس الوزراء الحقيقة ألقى بيان غاية في الروعة والأهمية، أيده المعارضة والوسط واليمين، أيده جموع المصريين، مصريين فاهمين يا أستاذ يوسف مين معاهم ومين عليهم، وفاهمين مين بيحط السم في العسل من خلال منشورات أنا آسف يعني ركيكة على الفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي بتشتت من عزم المصريين. لكن المصريين إيد واحدة، نواب التنسيقية كلهم النهاردة يعني كانوا يعني مؤيدين لكلمة دولة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي. الحقيقة كانت أكثر من رائعة، وكان فيها رسائل لمن يعي ويسمع ويبصر أن الدولة المصرية على قلب رجل واحد. الدولة المصرية لا تفرط في مياه الإقليمية، لا تفرط في قناة السويس التي حفرها أبنائها وسالت دماءهم مع دماء قناة السويس واختلطت بالعرق الذي بذل علشان الاستثمار وعلشان نبقى مصر المحور الاستراتيجي الموقع المتميز. مصر ليست نقطة على خريطة العالم علشان أي حد يجي كده ويقول ده المصريين بيبيعوا القناة زي ما بيقولوا يعني. طب ده كلام أكتر من محترم. على كل، بص يا خالد، يعني أنا عارف إنه حضراتكم بقى قاعدين عمالين يعني طول الوقت هتتعرضوا لهذا النوع من المزايدة، وفي بعض الأحوال هعتبر إنه ما يصب عليكم من هجوم وما يوجه من سهام أيضا هنعتبرها إنها بحسن النوايا، فلتتسع الصدور. هي الصدور متسعة وكل شيء، لكن أحيانا
الطعن بيكون من الصديق، الطعن بيكون من الداخل، بيبقى مؤلم، بيبقى مؤلم جدا ومقلق وخطير جدا إذا لم نأخذ في الاعتبار هذا الأمر. هو الأمر كان في المجلس، حتى اللي معترض على هذا الأمر الحكومة بتوضح له الأمور، اللي بيستفسر عن هذا الأمر من المعارضة الحكومة بتوضح له الأمور، ورئيس المجلس القيمة الدستورية القانونية الكبيرة بيوضح هذا الأمر بصفته وشخصه. حالة التشكيك لن يعني لن تنتهي. احنا مفيش حد ناجح يا أستاذ يوسف الناس ما بتتكلمش عليه، واحنا ما بنشوفش الموضوع ده بس في كافة المنجزات اللي بتحصل في الدولة المصرية، لا احنا بنشوف الموضوع ده حتى على المستوى الشخصي. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور خالد، كل الشكر ليك دكتور خالد بدوي، معالي النائب الدكتور خالد بدوي، صديق عزيز بالمناسبه بحبه جدا، يعني عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.